مساء الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا. برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم الطبيب. مشاهدينا، كتير من الناس بتواجههم مشاكل وبيحسوا انها صعبه، بيوصلوا لمرحله ان هم يكونوا محبطين ومش عارفين ان المشكله دي ممكن يكون ليها حل، وخلاص احنا مش هنروح ولا نيجي ولا هنروح لاطباء، وخلاص احنا كده كده مفيش نتيجه. الكلام ده بينطبق او خلينا نقول على بعض الرجال اللي بيكون عندهم مشاكل في تاخر الانجاب. من ضمن المشاكل دي انعدام الحيوان المنوي. بيبتدوا يا مروة يقولوا احنا خلاص مش لاقيين حل، مش هنروح لدكاترة عشان ده انعدام. اكيد طبعا كلامك كله مظبوط يا رنا، بس احنا النهارده بنضيف لكل الساده المشاهدين ان طبعا بعد التطور اللي حصل في الفتره الاخيره وبعد التقدم اللي بقينا نشوفه، بقينا نشهد تقدم كبير جدا على الصعيد الطبي في مشكلات تاخر الانجاب عند الرجال حقيقه. بس احنا دايما بنقول مع يعني بجانب كل هذه التقنيات لازم يكون معانا قيمه وقامه علميه كبيره نقدر من خلاله نتوصل لكل زي ما بيقولوا اخر نقطه في العلاج عشان يحصل انجاب. هيناقش في الكلام ده كله ضيفي اللي منورنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد القصري، دكتوراه واستشاري جراحه المسالك البوليه والذكوره والعقم بدوره الطب. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. منورنا دكتور محمد، الله يخليك. خلينا دكتور نبتدي مع حضرتك، ويمكن احنا اتكلمنا عن انعدام الحيوانات المنويه في البدايه، لكن عايزين نوضح للمشاهدين شرح مبسط لتكوين الحيوان المنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو هذا التعريف اللي بيخض شويه. لازم برضو نطمن الناس ان شاء الله كل مشكله ليها حل ان شاء الله. هو الحيوانات المنويه هي نتاج الخصيه اللي هو العضو المعني بتكوين هذه الحيوانات المنويه. لنا ان نعرف قبل ما نقول اي حاجه ان نسبه انعدام الحيوانات المنويه هي مش كبيره. يعني هي حوالي 1% من الناس عامه، من الرجال عامه نسبه ضعيفه تطمن. وبالنسبه للي هم بيشتكوا من مشاكل تاخر الانجاب حوالي 10% منهم. تمام. يعني تعتبر برضو نسبه مش كبيره، مش كبيره، عشان برضو نطمن الناس وما يقلقوش. نرجع بقى لمرجوعنا، هو نتاج الخصيه. يعني وظيفه الخصيه تمام تكوين الحيوانات المنويه. هي الخصيه دي غده جميله قوي. ليها وظيفتين، اللي هو تكوين الحيوانات المنويه كغده ذات قنوات يعني بتخرج لبره، وكغده صماء ان هي تكون هرمون الذكوره. تمام. وبعض اشياء اخرى، لكن دي اهم وظيفتين. فناتج التحليل اللي هو بيقول لنا عدد هذه الحيوانات المنويه ده ناتج من ايه؟ من الانتاج والاخراج. تمام. طيب. في مشكله كبيره في الانتاج يبقى هيقل العدد. في مشكله في الاخراج يبقى برضه هيقل العدد. تمام. هذا السائل المنوي اللي هو بيحتوي على الحيوانات المنويه ضل طريقه، يعني حصل ارتجاع فيه، هيدينا برضو نتيجه سلبيه. وممكن يكون هذا الرجل بينتج حيوانات منويه. يبقى اذا بقى نرجع للحاجه البسيطه جدا، ان تحليل السائل المنوي لما يبقى فيه تحليلين ومتاكدين ان اتعملت معالجه معينه لهذا السائل واستبعدنا وجود ارتجاع في هذا السائل وما فيش ولا حيوان منوي واحد، يبقى اذا دي حاله انعدام حيوانات منويه صريحه. لان في بعض الحالات مع معالجه معينه للسائل المنوي بتظهر حيوانات منويه ما كانتش باينه في الفحص المبدئي. بيبقى شوائب بتتشال وبيتعمل طرد مركزي لهذا السائل، فبتظهر حيوانات منويه ما بتبقاش موجوده او مش ظاهره لعينينا بالفحص المبدئي. دي بنقول عليها كريبتوزوس بيرما. كلمه يعني كريبت في التحليل كمان ما بتظهرش يا دكتور؟ تحليل مبدئي، لكن بعد المبدأ. ما بيحصل معالجه للسائل بتظهر بعض الحيوانات المنويه. كلمه كريبتوزوس بيرما كلمه كريبت باللاتينيه يعني كاذب. يبقى اذا انعدام حيوانات منويه كاذب. كاذبه. يبقى دي ما تبقاش تحت مسمى الازوسبرما اللي هو الانعدام التام او الانعدام المتكرر او الانعدام الاكيد. الانعدام الاكيد اللي هو ما فيش ولا حيوان منوي واحد. ده التعريف بمنتهى البساطه. طبعا التعامل مع الحالات بيختلف حسب السبب. جميل جدا. حضرتك ذكرت دلوقتي من ضمن كلام حضرتك ان في 1% فقط هم بس اللي يعني بيشتكوا ان هم في مثلا انعدام من الناس عامه، من الناس كلها عامه. طيب لما في اي مريض مثلا بيروح لدكتور مثلا بيخده دايما انت عندك انعدام، حضرتك التشخيص هنا بيكون ازاي للحالات اللي زي دي؟ طبعا التشخيص بيبدا بالتحليل لانه هو دوت اهم حاجه طبعا، هو ده اللي بينقل لنا الصوره كامله. وبنفحص الرجل، لان زي ما قلت اللي هو عدد الحيوانات المنويه اللي في تحليل السائل ده نتاج الانتاج والاخراج. تمام. طيب الانتاج ده بيجي ازاي؟
بيجي من محفزات الغده النخاميه للخصيه، والخصيه فيها هرمون الذكوره بيساعد في تكوين هذا المنتج الحيوي اللي هو الحيوان المنوي اللي هو مكان الخصيه، ثم ينقل باوعيه ناقله الى الخارج. تمام. في هذا الطريق الطويل من غدد صماء بتتحكم في هذه العمليه، ممكن يكون فيها مشكله. الخصيه ممكن يكون فيها مشكله. القنوات اللي بتنقل هذه الحيوانات المنوية تبقى مشكلة. لما نيجي ناخد مستوى الخصية ومستوى الهرمونات، دي بنقول عليها أسباب وظيفية. يعني غير انسدادية. لأن الهرمونات فيها مشكلة أو الخصية فيها مشكلة، لكن ما فيش مشكلة في النقل. يبقى من مستوى الخصية وما فوق وما فوقها أسباب غير انسدادية. أسباب غير انسدادية. ودي بتشكل أو وظيفية. ودي بتشكل النسبة الأعلى من انعدام الحيوانات المنويه. تمام. نحط تحتيها بقى نقص اعتلال الغده النخاميه، وفي حالات على فكره هتكلم عليها، واعتلال الاف اس اتش او ال اتش، مشكله في الخصيه نفسها ما بين التهابات، حالات وراثيه، خصيه معلقه، نقول زي ما نقول من الحالات الكثيره جدا اللي بنعرفها بالفحص وبالتاريخ المرضي. وتيجي بقى الحالات الانسداديه اللي هي نقل هذه الحيوانات المنويه، ابتداء من البربخ اللي هو مكان فوق الخصيه بيتم فيه اكتساب الحركه للحيوانات المنويه وبتنضج نضج تام، الى القناه الوعاء الناقل الى القناه القاذفه. دي كلها اسباب انسداديه بتشكل حوالي 20 ل 25% من الحالات، نسبه اقل، ودي علاجها بيبقى احسن، ودي بيبقى الامل فيها اكبر لان الخصيه شغاله بطريقه طبيعيه. طيب نيجي ازاي نفرق بينهم؟ دايما احنا عندنا ادوات. الادوات دي ما بين كلام تاريخ مرضي بناخده من الرجل، يعني بنعرف ايه المشكله اللي حصلت. المشكله كان بيعاني يعني حضرتك بتشخص ان في انعدام، عفوا لمقاطعه حضرتك، حضرتك ممكن تقول للمريض انت عندك انعدام ولا ممكن تستنى عليه شويه تعالجه وبعد كده ممكن يحصل نتائج طبعا ايجابيه ويحصل؟ لازم نقول الحقيقه. انت جارتينا مروه دايما بتذكرينا كده الثانيه. لازم نقول الحقيقه لان انت فكرتيني بحاجه. وبتحصل معانا كتير، ان بعض الناس بيجي لهم صدمه كبيره جدا وبيتخيلوا ان الامل صفر. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك. فانا ضد ان انا اخبي على الرجل او الزوجين حاجه. اقول لهم الحقيقه كامله، وان ان شاء الله في امل لو في امل. في علاج. طبعا احنا مصريين وبنستخدم اللغه الدارجه، بقول لهم بمنتهى البساطه معلش مش هنعلق بعض بحبال دايما. انا هقول لك انت فين بالظبط. والامل هيبقى قد ايه بالظبط ان شاء الله يعني. لكن ان مثلا ان يكون مثلا امل محدود ونقول له لا ما تخافش، الامور هتبقى كويسه، ما فيش اي حاجه، لا حاجه، دي حاجه من اتنين، اما ان انا بضحك عليه او ما اعرفش حاجه. فدي مهمه قوي النقطه دي، ان احنا نقول للرجل الحقيقه. وهو الحمد لله وما فيش حاجه خطيره، هي ان شاء الله تتحل. تتحل. ده مهم. نيجي بقى زي ما قلنا الكلام او التاريخ المرضي. ناخد التاريخ المرضي من الرجل، هل كان في مشاكل في الخصية، حصل له التهاب فيروسي ولا لا، اللي هو التهاب الغدة النخامية. سن البلوغ مهم جدا. مهم جدا على أساس يقول لنا هل في اعتلال في الخصية ولا لا، أو في الغدة النخامية. الغدة النخامية اللي بتحفز الخصية على إنتاج هرمون الذكورة وبالتالي البلوغ وحصول القصف. هل كان في خصية معلقة ولا لا، هل اللي حصل التواء في الخصية، كل ما يحيط بحياة الرجل، طبيعة شغله، بيتعرض لسخونة ولا لا، بيوقف كتير ولا لا، أدوية اللي خدها، الحالة الحالية، الكرنت سيتويشن أو الكرنت ستيت، الحالة حالته الحالية، بياخد أدوية للضغط للسكر، أي حاجة مرضي. ممكن يكون ليها تأثير. يكون ليها مؤثرات. نيجي للفحص، التولز أو الأدوات اللي معانا، فحص بإيدينا نعرف حجم الخصية، قوام الخصية، نحس البربخ، هل البربخ ده موجود ولا لا، اللي هو الجزء اللي اعلى الخصيه اللي هو المنتفخ ده اللي بيتم فيه اكتساب الحركه. في حالات كثيره جدا لما تبقى حالات انسداديه والخصيه شغاله بنلاقيه ممتلئ. وفي حالات كثيره جدا لما بنحس الوعاء الناقل بنلاقيه مش موجود على الناحيتين. دي حالات معلش هنعرضها بعد شويه واحنا بنناقش الحاله. تمام. فلازم مهم جدا الفحص الكلينيكي. تحليل الهرمونات مهم. لو وجد ان في مشكله في الخصيه
يعني اسباب غير انسداديه. دايما الخصيه بتبعت اشارات للمخ انها تبعت هرمونات المحفزه الاف اس اتش والال اتش، فبالتالي تبقى عاليه قوي. وبتبقى الخصيه في الحالات الوظيفيه او الفشل الوظيفي بتبقى صغيره، حجمها مش طبيعي، لكن في الحالات الانسداديه بتبقى كبيره. ممكن نستخدم الاشعه موجات فوق الصوتيه تساعدنا، ممكن نستخدم اشعه اللي عن طريق الشرج، موجات صوتيه عن طريق الشرج في بعض الحالات الانسداديه ممكن تساعدنا. يعني اللي انا عايز اقوله ان ما بقتش في صعوبه تقول ان هذه الحاله انسداديه ولا لا باستخدام الادوات اللي معانا. كنا زمان في حاجه اسمها العينه التشخيصيه للخصيه عشان ناكد ان دي يعني حاله انسداديه ولا لا، فلو وجدنا حيوانات منويه بعينه صغيره نقول دي انسداديه. الله، طب ما ممكن تكون هي اعتلال في الخصيه وهذه البؤره صودف ان هي فيها حيوانات منويه. تمام. ومين قال ان هذه العينه النقطه اللي خدناها او القطعه الصغيره جدا بتمثل الخصيه كلها؟ يبقى اللي انا عايز اكد عليه ان احنا ناخد بالنا قوي من الادوات اللي معانا علشان نقول دي حاله انسداديه ولا لا، لان التعامل معاهم مختلف كده. مختلف. طيب نروح يا دكتور عن موضوع مهم جدا وهو نقص الهرموني في الغده. تمام. النخاميه ده ازاي بيأثر؟ طبعا الهرمونات المحفزه دي مهمه جدا. لان هي تبدا او تحفز الخصيه زي هرمون الاف اس اتش والال اتش ان هم ينتجوا الحيوانات المنويه. الال اتش هو بيحفز الخصيه عشان انتاج هرمون الذكوره، لان هو بيشارك بفعاليه في انتاج هذه الحيوانات. في حالتين ظراف جدا دايما انا باكد عليهم من الحالات اللي بنقابلها في دار الطب، كانت حاله انعدام حيوانات المنويه. هو الحمد لله سنه ما كانش كبير، كان 29 سنه والزوجه 21 سنه ومتجوزين من 5 سنوات والتحليل صفر. تمام. كان في تاخر شويه في سن البلوغ وعمل عينه خصيه مره واحده على طول من 3 سنين وكانت سلبيه النتيجه. بالكشف الاكلينيكي حجم الخصيه كان اقل من الطبيعي، وموجات صوتيه طبعا اتعملت على عشان اشوف في دوالي في حاجات مصاحبه ليها ولا لا. رغم ان بالفحص الاكلينيكي ما كانش فيه. تحليل الهرمونات كان فيه انخفاض في مستوى هرمون الاف اس اتش والال اتش اللي هو هرمون الغده النخاميه، هرمونات الغده النخاميه كان فيهم نقص. دي بنقول عليها اتش اتش، حاجه اسمها هايبوجوناديتروفيك هايبوجوناديزم. هايبوجوناديزم يعني اعتلال في الغده الجنسيه اللي هي الخصيه. ممكن هذا الفشل او هذا الاعتلال يكون ناتج من مراكز عليا، ده بنقول اعتلال ثانوي. او يكون ناتج من الخصيه نفسها، وده بنقول ايه؟ اعتلال اولي. اولي، لان الخصيه هي العضو الاولي. تمام، عشان الناس ما تتلخبطش. فانا اللي لقيناه ان هرمونات الغده النخاميه قليله جدا. طيب انت يا سيدي الفاضل خدت علاج قبل اجراء هذه العينه قبل كده؟ لا، ما خدتش علاج، اجريت على طول. دايما باكد عليها ان هذه الحالات تبقى حالات النتيجه فيها كويسه قوي. لما بنعطي علاج تعويضي لمده 6 شهور وممكن اكتر عشان نحسن مستوى الهرمون. الظريف بقى ان خد 6 شهور علاج متواصل واجرينا تحليل سائل منوي وكانت النتيجه ايجابيه. طيب جميل، الحمد لله. نسبه مش كبيره. جمدناها واجرى الحقن المنجري. في حاله تانية الاختلاف ما بينها وبين الحاله دهيت ان التحليل ستيل زيرو بعد العلاج. لكن الحمد لله مع اجراء العينه الميكروسكوبيه كانت النتيجه ايجابيه. نشوف بقى الصور، لان هي دي حالات الصور اللي احنا كنا عارضينها. اوكي اتفضل. دي طريقة فتح الخصية من الحالات اللي هي الحالة الثانية اللي احنا اجرينا ليها، بيبقى مفتاحة عرضية موازية للأوعية الدموية. لو نشوف اللي بعديها، شوفي قد ايه العينة اللي بناخدها صغيرة مش كبيرة. يعني ما بتبقاش عينة كبيرة ابدا، ان احنا بناخدها بالميكروسكوب وهو بيكبر بنسبة كبيرة، فبتبقى عينة ضئيلة جدا. عشر العينة العادية لو خدناها بطريقة تقليدية. دي شكل الخصية اللي قبل ما نفتحها. حجمها يبان ان هو مش كبير. ده طبعا الحيوانات المنويه، انا عامل دايره على الحيوانات المنويه اللي موجوده في العينه. واضحه جدا وكان عدد لا باس به. طبعا دي من الحالات اللي بيبقى الواحد مبسوط منها. لان يعني تدي امل كمان لكل الناس اللي بيعانوا من المشاكل دي. بحيث ان احنا ندي لكل واحد فرصته. وعايز برضو اكد على حاجه، ان في حاجه اسمها يعني ان احنا بنفصل العلاج على حاله المريض، على الحاله. نعمل تيلورينج للتريتمنت او للمانجمنت حسب السبب او المشكله نفسها. يعني مش كل حاله زي الثانيه، هي قد تتشابه في الاطار العام او في التحليل العام. يعني مثلا ايه؟ تتشابه في ان التحليل صفر. لكن هل ده
زي ده زي ده لا، ده له سبب ممكن من المراكز العليا للمخ، ده له سبب ممكن من الخصيه، ده له سبب يكون في دوالي موجوده مع مشاكل في الخصيه، ده له سبب يكون حاله انسداديه بيبقى الاولويه لاجراء او اصلاح هذا الانسداد عشان يكون في تحليل شبه طبيعي او شبه طبيعي. فكل حاله بتختلف عن الثانيه، فبنفصل العلاج المناسب لكل حاله لان ان احنا ناخد الحاله بطريقه سوبرفيشال او سطحيه وما نتعمقش، وتعمق بيبقى بسيط جدا على فكره يعني احنا بس بيوصلنا للعلاج بيوصلنا للحل طبعًا. السليم اللي بيفيد المريض ان شاء الله. جميل جدا. هننتقل بقى لنقطه ثانيه يا دكتور، وهي انعدام الحيوانات المنويه مع الخصيه المعلقه، كلمنا عنها بقى بالتفاصيل لان في ناس كتير بيعانوا من المشكلتين دول مع بعض. طبعا دي مشكله كبيره جدا وللاسف احنا بنقابلها في ناس مش مساله عندهم انعدام حيوانات منويه بس، ولكن خصيه معلقه موجوده لسن 30 وفوق ال 30. سنه صغير برضه يا دكتور؟ لا هو سنه 30 وما اجراش العمليه. اتاخر كتير. هذه الحالات ليست بالقليله، وبتفرق الخصيه المعلقه اللي هي مش موجوده في مكانها يعني عشان الناس تبقى معانا في الصوره، لو كانت خصيتين معلقتين او خصيه واحده. لا ده حسب كلام حضرتك قبل كده بتتعمل من الصغر، دايما طبعا احنا بننوه عليها انها ما بنزودش عن سنه ونص سنتين. بندي فرصه ليه فتره 6 شهور او 9 شهور عشان ندي فرصه لحاجه بنقول عليها سبونتينيوس ديسنت، يعني تنزل بطبيعتها. تنزل بتلقائيه. ان حجم الخصيه بيبدا يزيد شويه، بيبدا مستوى هرمون الذكوره في هذه الفتره بيحصل حاجه اسمها السيرش، يعني يعلى فجاه. فبنديها فرصه. في بعض الحالات بنشوفها بتنزل في خلال 6 شهور نديله الفرصه، ولكن اذا ما نزلتش لازم يبقى في تدخل، غالبا بيبقى جراحي. ليه بقى؟ لان الخصيه لما بتبقى موجوده في مكان غير طبيعي، الخلايا اللي بنقول عليها جيرمينال ابيثيليوم اللي هي المسؤوله عن انتاج الحيوانات المنويه بتتاثر بدرجه كبيره جدا بالوضع الغير طبيعي اللي هي موجوده فيه، واهمهم درجه الحراره العاليه. طبعا. فبالتالي لو جالنا طفل او راجل بقى راجل بعد كده وما اجريت لم تجرى له العمليه، عمليه انزال الخصيتين، انا بتكلم عن الخصيتين في مرحله مبكره، بيجي لنا حالات كثيره جدا انعدام حيوانات منويه. في حالات ظريفه جدا وحاله لسه عاملها قريب، لكن برضو انا عايز انوه ان هي مش حالات قليله. وبنقسمهم دايما اللي اجريت لهم عمليه انزال الخصيه في سن مبكره او سن مثلا اتاخر 7 8 سنين 10 سنين 12 سنه. الفتره دي اللي هي قريبه من سن البلوغ بيبقى نادرا جدا او يكاد ينعدم فرصه ان احنا نلاقي حيوانات منويه. لكن في حالات كثيره جدا عملناها أجريت لهم العملية مبكرة وكانت النتائج إيجابية الحمد لله. في بعض الحالات كان في خصية واحدة والخصية الثانية ضامرة تماما، أو أجري لها عملية استئصال والحمد لله ربنا كرمنا في الخصية الثانية، لأن برضو عملية الإنزال كانت مبكرة. اللي أنا عايز أكد عليه أن تشخيص الخصية المعلقة أو الفرق بينها وبين الخصية المرتدة أو المرتجعة سهل مش صعب، ان احنا ما نتاخرش للوالد والوالده بالنسبه للطفل ونقول نستنى 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 او نخاف من العمليه، لا كل شيء متاح ان احنا نجري له العمليه بسلام ان شاء الله. في حاجه تانية مهمه، ان كل ما تبقى الخصيه المعلقه قريبه من مكانها الطبيعي فرص النجاح بتكون اكبر، فرص النجاح ان هي تشتغل بتبقى احسن غير لما بتبقى جوه البطن. لما بتبقى جوه البطن بيبقى انزالها اصعب طبعا، وبتحتاج في بعض الحالات الى الميكروسكوب المنظار البطن. فبتبقى وبنلاقيها في الفترات دي بتبقى صغيره جدا، فبتبقى النتيجه الايجابيه لاستخراج الحيوانات المنويه اقل. مهم جدا ان احنا ما نتاخرش بالطفل لان ده موضوع في مستقبله. طبعا يا رب دكتور، يعني كلها نصايح كل الامهات تاخد بالها منها، خاصه لان هي اللي بتبقى مسؤوله عن الطفل طبعا في الام والاب البداية. يعني طبعا الاثنين مش الام بس، يعني الام والاب. الحقيقه دكتور احنا وقتنا مع حضرتك انتهى بسرعه، واتكلمنا مشاهدينا عن انعدام الحيوانات المنويه، ودكتور محمد اتكلم بالتفصيل. كان منورنا ومنوركم دكتور محمد القصري، دكتوراه واستشاري جراحه المسالك البوليه والذكوره والعقم بدار الطب. نورتنا دكتور محمد. الله يخليك يا فندم. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على تشريفك لنا. كان لسه معانا اسئله ان شاء الله نكملها في حلقات ثانيه. بنشكر حضرتك جدا على تشريفك لنا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، استنونا فقرات جديده من الطبيب. اشوفكم على خير، الى اللقاء.